شوف، بشكل واضح الصراع مع دولة الاحتلال وصل إلى مرحلة العودة. هذا الصراع تفجر، ونحن كفلسطينيين نشعر الآن بالتغيرات الدولية تجاه قضية الشعب الفلسطيني. بعد أن سادت الحركة الصهيونية على كل مؤسسات الإعلام في العالم، أصبح لدى كل مواطن في العالم وسيلة إعلامية الخاصة الذي يطلع فيها بشكل مباشر على ما يحدث على الأرض، واكتشف زيف الرواية وزيف الكذب الذي كانت تروجه مؤسسات الإعلام التي تسيطر عليها الحركة الصهيونية. وبالتالي هذا الصراع الآن يتأجج بشكل مكشوف أمام العالم. لماذا كانت قضية الشهيد جراح قضية كاشفة؟ لأنها يعني أعلنت بشكل مكشوف أن الشعب الفلسطيني بأكمله يتعرض إلى عملية تطهير عرقي. هؤلاء اللي ساكنين في 28 بيت الذين يعيشون يملكون هذه البيوت على هذه الأرض كانوا مهجرين من بيوتهم من أراضيهم في عكا وفي حيفا وفي القدس الغربية، هجروا من هذه البيوت في سنة 48، وثم لاحقوهم إلى بيوتهم التي أسكنتهم بها الأنوروا على أرض في حيازة الدولة الأردنية ليهجروهم من جديد. هذا ظهر للفلسطيني بكل مكان وللعالم أن القضية قضية تطهير عرقي، الفلسطيني مطارد في بيوته. ولذلك هذا الصراع الآن متفجر وأمام مسؤوليات العالم. نحن كفلسطينيين مستمرون بالصمود على أرضنا، والتصعيد الإسرائيلي المتعمد بسبب الأزمات الإسرائيلية السياسية لن يزحزحنا عن التمسك في أرضنا وبحقوقنا الطبيعية التي هي أهم كثيرا حتى من الحقوق المشروعة التي شرعتها الأمم المتحدة. هذه القدس لنا ولنا فقط. سيد إتن، إذا تحدثنا عن التحديات في مدينة القدس، هذه الحكومة الجديدة التي ستنصب يوم الأحد المقبل تواجه تحديات أمنية كبيرة، لا سيما في مدينة القدس وأيضا مع غزة. هل تستطيع التعامل مع جميع هذه التحديات إذا ما أضفنا الضغط الذي يمارسه عليها نتنياهو وحلفائه أيضا؟ أخن نتسابت بفني الممشلة خدشة. نعم، هناك الكثير من التحديات التي تواجه هذا الحكومة، ولكن مثل ما أنت تعلم لدينا تحديات التي تخلق فرصا. الحكومة الجديدة عليها أن تفكر وأن تتخذ الخطوات المسؤولة وألا تخجل من معالجتها للقضايا المعينة واتخاذ المواقف المحددة. وأنا أعطيك مثال، عليهم أن نقلوا وقرروا نقل مسيرة الأعلام ليوم الثلاثاء. لو أنا كنت في وظيفتي مجددا، أنا أقول لكم وأنا لا أخاف من أي أحد، أنا كنت بشكل شخصي كنت لا أقرر أن يوقفوا هذا الأمر وأن أفحص الأمور وتمخضاتها مع الأطراف الأمنية المتعلقة. ليس علينا أن ندخل في مواجهات وفي ضغط، علينا أن نسيطر على الموقف. وأنا لدي هنا الكثير من الأطراف التي ستربط كل القضايا ببعضها البعض، الشيخ جراح والأقصى وغزة. إسرائيل مرت بتحديات أصعب وهي ستبقى صامدة وقوية. أنتم هنا تتبعون المشاعر وليس الوقائع، ولذلك هنا سيكون السؤال: هل تتقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية من أجل أن نقوي هذا الأطراف وأيضا أن نتخلص من المتطرفين من كل الأطراف؟ في نهاية المطاف كدولة مستقلة عليها أن تهتم بهذه الأمور، وأنا آمل أن تكون لدينا سياسة تهتم بهذه القضايا. لا يهمني ولست قلقا من كل هذه الأمور، يمكننا أن نتخطى هذه التحديات. سريعا في نقطة أخرى، ما حدث اليوم في مخيم جنين أو في مدينة جنين، هل تنظر إليه بعين الخطورة، لا سيما وأن من أطلق عليهما النار هما من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية، هل يؤشر إلى شيء ما؟ هذا الحدث يجب أن يتم فحصه. أنا بشكل شخصي لست على اطلاع بكل التفاصيل، ولكن كان هناك حدث مشابه في جنين قبل بضعة أشهر. هذا هو الحدث الثاني
في المنطقة. علينا أن نضع حدا لهذا المصالح من الطرفين. أعتقد في هذه الفترة التي نمر بها هي تهدئة النفوس وأن نحسن هذا التنسيق الذي نعرفه بين الطرفين. نعم هذا صعب أن نسمع الأمر، ولكن لدينا مصلحة مشتركة للسلطة الفلسطينية وللجانب الإسرائيلي لوضع حد لمحاولات حماس لهدر الدماء وتفجير الأجواء. لذلك علينا، أنا كنت في فترة في حدث كهذا كنت لا أجتمع مع الأطراف المتعلقة بالموضوع أفحص الأمر، ولكن هل يمكن أن يؤدي هذا لانضمام المزيد من الأشخاص؟ نعم هناك خطر كهذا، ولكن أنا آمل ألا يحدث. دكتور أحمد، يعني أساس إسرائيليون أيضا كانوا يبدون ارتياحا، خصوصا في خلال فترة الصيد الشهر الماضي في الضفة الغربية، وهم يقنون بأن الأوضاع في الضفة الغربية لن تذهب أبعد مما شهدته في الشهر الماضي. هل محقون بذلك، أم أن التصعيد في مدينة القدس والذي تلاه تصعيد في غزة يمكن أن يؤجج الأوضاع في الضفة الغربية، خصوصا بعد هذه الحادثة التي شهدناها أمس أو اليوم؟ كثير من الإسرائيليين وخاصة بالحكومة الإسرائيلية يرغبون ويحبون أن يبيعوا أنفسهم للوهم، ويحبوا أن يتعاملوا مع الضفة الغربية بشكل مستقل، وقطاع غزة بشكل مستقل، والقدس بشكل مستقل، وشعبنا في 48 بشكل مستقل. الأحداث الأخيرة أثبتت أن الشعب الفلسطيني واحدا موحدا على الأرض في مواجهة هذا الاحتلال في كل مناطق تواجده، ليس فقط في فلسطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي 48، أيضا جماهير شعبنا في الشتات موحدة في مواجهة هذا الاحتلال. هذه الصورة التي حاول أن يسوقها الاحتلال بأن الضفة الغربية لها وضعها وغزة لها وضعها سقطت في الامتحان عندما هب الشعب الفلسطيني بأكمله في مواجهة هذا الاحتلال، وسيستمر الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال موحدا بغض النظر عن كل الحوارات التي تتم في المستويات القيادية لمختلف الفصائل حتى للقيادات. الشعب موحد على الأرض في مواجهة هذا الاحتلال، وسيتصدى لهذا الاحتلال بلحمه الحي وبأجساده الحية وبأيديه الفارغة التي لا تمتلك شيئا، سيتصدى لهذا الاحتلال، وستبقى القدس عاصمتنا شاء الاحتلال أم أبى، وسيسقط هذا الاحتلال. فيش احتلال دام، تضلوش متوهمين، فيش احتلال، فقط أنتم تطولوا زمن الصراع وزمن الألام وزمن العذاب، وهذا الاحتلال سينتهي كما زال كل احتلال في العالم. بجملة سيد إيتان كي ننهي. أريد أن أقول أن كل قضية الأقصى هي كذبة من أجل أن يخرج الناس وأن تندلع المواجهات. طوال الكثير من السنوات قضية الأقصى لم تؤدي لهكذا أمور، وهناك محاولات لإحراق الفتيل ولاندلاع هذه المواجهات، ولكن في الواقع في الضفة الغربية الأوضاع تهدأ أيضا من ناحية الاقتصادية. وأنا أعتقد أنه ليس لدينا الحق بأن نتحدث بلسان العرب المتواجدين في إسرائيل. شكرا لك دكتور أحمد غنيم القيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك.